من هي حورية فرغلي؟ الجنسية إماراتية ولديها أيضا جنسية مصرية، تقيم الآن في مصر في القاهرة. تاريخ ميلادها في 18 أكتوبر 1976، أي هي الآن في سنة 2021 بعمر 45 سنة. هي ممثلة مصرية ولدت ونشأت في الإمارات، وهي عضو في اتحاد الفروسي المصري. كانت بداياتها الفنية سنة 2010 في فيلم كلمني شكرا، لتتوالى أعمالها في العديد من الأفلام التي أبرزها رد فعل سنة 2011، فيلم نظرية عمتي 2013، فيلم هز وسط البلاد سنة 2015، وفيلم حملة فرعون سنة 2019. على الصعيد التلفزيوني كان لها العديد من الأدوار في عدة مسلسلات، منها دوران شبرا سنة 2011، زين سنة 2013، ساحرة الجنوب سنة 2015، الحالة جيم سنة 2017، مملكة الغجر سنة 2019. نالت لقب ملكة جمال مصر لسنة 2002، لتتنازل عنها فيما بعد، كما فازت سنة 2003 في بطولة العربي بالفروسية. درست التمثيل في مدرسة مروى جبريل السينمائية، كما أنها درست إدارة الأعمال في المملكة المتحدة، المناجمنت.